بالسواد توشحت. مسيرات طلابية انطلقت في يوم استثنائي شهدته سماء التحرير منذ الصباح، أعلن فيها الحداد والتضامن مع من سقط شهيد وجريح في محافظة الناصرية. شمس لم يشرق ضوءها فهو محجوب بسواد مسيرتهم وبحزن غصت أصواتهم به في ساحة التحرير. احنا اليوم لبسنا السواد على الضرر اللي صار بالناصرية وبالنجف، احنا باقين وما راح نداوم الى ان كل اللي يريده يصير، كل بيد الشعب. اخاف رئيس الوزراء ما يختاروه، اي حزب ما مختاري، احنا من الشعب احنا نختاره، احنا مستمرين بالاضراب، ماكو وطن ماكو دوام. اليوم طالبة جامعة بغداد خرجنا نصرة لدماء الشهداء الذين وقعوا في ساحات التظاهر، ساحات العز والكرامة، ولبسنا الزي الأسود نصرة لأرواحهم الزكية. سورة الفاتحة والشموع والزهور كانت تخيم على المشهد لطلبة أعلنوا عن عصيانهم المفتوح، متحدين من يقمع احتجاجهم بالرصاص الحي ومن يقمعهم بالتهديد والوعيد والفصل وسحب الشهادات. نريد أي واحد من عندهم يرجع مرة لأخر الحكومة، كلهم نريد نطلعهم، وإحنا لابسين أسود حداد على أرواح الشهداء اللي بذيقار وبجميع محافظات بغداد اللي شاركت، لأنه ماتوا بيوم واحد 47 شهيد، يعني هاي واحدة تعتبر مجزرة. ونحن اليوم ارتدينا الزي الأسود بدلاً عن الزي الأبيض تضامناً وتأسياً بعوالنا وعوال الشهداء في الناصرية والنجف الأشهر اللي ما تفعله السلطة القمعية للشباب السلميين وقمعهم بهذه العنف. نحن نؤيد هذه المظاهرات ونرفض جدا الرفض القاطع للحكومة لما تفعله مع الشعب العراقي. الأسبوع الثالث وإضراب الطلبة مستمر يتجدد بشكل أوسع وأكثر حدة وإصرار. ثورة طلابية برداء أسود شكلت تحديا واضحا أمام حكومة سقطت شعبيا كما وصفها المتظاهرون. ضحى عنبر، الرشيد.